اهلا وسهلا بنيتات، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنبارطاجي معكم الطريقه الاحترافيه ديال لابوش، اولا كيفاش نقدروا نصايبوا اون بوش ديال راس العام ولا ديال نوال. غادي تكون بواحد الطريقه اللي فريمون ديال لي غران شيف، ديال لي شيف باتيسيي. تبعوا معايا المقادير وتبعوا معايا الطريقه حتى الاخر. اول حاجه غادي نصايبو هي لا كريم او بوغ ولا كريم الزبده. غادي نحتاجو ليها 200 غرام ديال البيض، تقريبا كيساوي واحد ربعة البيضات، و 200 غرام ديال السكر سنيده، وغادي نحتاجو نص كيلو ديال الزبده العبار. ضروري يكون عندكم الميزان باش غتعبروا المقادير كامله وباش يجيكم مضبوط وتصدق معكم الوصفه. دونك غادي نخلطو هنايا السنيده مع البيض، غنخلطوهم وغادي نديروهم في حمام مريم اولا في بان ماري، وحنايا كنخلطو باش ما يطيبش لينا البيض. هنا كيف كتشوفوا ما كنوقفش من التحراك حتى كيبان لي الخليط ديالي غلا. ملي كيبدا يغلى كنشدو وكنديرو في الغوبو وكنستمر في انني كنحركو في لا فيتيس 3. صافي هكا كيبدا يبرد، حيت هذيك لا فيتيس هو كيتضرب وهو كيبرد لي الخليط. عاد كنجي كنبدا نزيد الزبده بشويه بشويه، يعني كنقص من الدرجه ديال لا فيتيس ديال الروبو، يعني كنرجعو جوج ولا واحد، وكنبقى نزيد هذيك الزبده بشويه بشويه. ما خصناش نحبسو الروبو، خصو يبقى خدام وحنا كنضيفو الزبده حتى نحصلو على واحد الخليط اللي هو اوموجين. كنجيو دابا كنحبسو الغوبو وكنزيدو معلقه كبيره ولا اون كويغا سوب ديال ليكستري ديال الكافي اولا مستخلص القهوه، وكنزيدو 150 غرام ديال البخاليني. البخاليني غنخلي لكم المقادير مكتوبين في الفيديو، وراه ساهل. المقادير ديالو هو عباره عن السكر كلاصي واللوز اللي كيكون محمر في الفران، وكنسمو بيان سور بهذا الشيء اللي قلت لكم دابا، كنسمو به هذيك لا كريم او بوغ باش كتجي زوينه في المذاق. ندوزو دابا للطريقه ديال لو كروكون. دونك غادي نحتاجو ليه 400 غرام ديال البخاليني، 200 غرام ديال الفويتين. غادي تلقاو كلشي هاد المقادير بسهوله في المحلات اللي كيبيعوا هادشي ديال الحلوى. وغنحتاجو 100 غرام ديال شوكولا دو كوفيرتور اولي، خاصو يكون يا اما شوكولا اولي ولا كاين اللي كيستعمل شوكولا بلون على حسب نتوما الاختيار ديالكم. البخاليني كيف قلت لكم غتاخدو كيلو ديال اللوز يكون محمر في الفران، و500 غرام ديال السكر كلاصي. غنشدو هادشي نطحنوه مع بعضياته وغادي يعطينا هاد البخاليني بحال الشكل ديال املو. دونك كنزيدو ليه هذاك الشوكولات وكنحطوه في البان ماري. من بعد ما كيتخلطوا لنا دوك العناصر بجوج كيذوب هذاك الشوكولات في البخاليني، كنديروه في واحد الاناء وكنزيدو عليه الفويتين وكنبداو نخلطوا. هذا هو لو كروكون اللي حنا كيعجبنا في الحلويات وكيعجبنا في لي غاتو ديال الباتيسري ديال عيد ميلادات وداكشي، كيعجبنا داك الكروستيون اللي كيكون في قلب الغاتو. دونك هذه هي الطريقه ديالو، ساهله مهله. ندوزو دابا للتحضير ديال لو سيغو، حتى هو ساهل. غادي نحتاجو 100 غرام ديال الماء، 90 غرام ديال السكر سنيده، و واحد معلقه كبيره ديال ليكستري ديال الكافي. حتى يغلى لينا الماء والسكر فوق النار، ملي كيبدا يغلى عاد كنزيدو المعلقه ديال مستخلص ديال القهوه ولا ليكستري ديال الكافي، وكنخلطو صافي وكنحيدوه من فوق النار. هذا هو لو سيغو باش غادي نسقيو لا جينواز. ندوزو دابا للتحضير ديال لا جينواز. لا جينواز وشحال من واحد ما كتصدقش ليه، ولكن ان شاء الله في هذا الفيديو غتصدق لكم 100%. جو فو غارونتي انها غتصدق لكم بهاد المقادير اللي غنعطيكم. دونك كيف كتشوفوا في الفيديو المقادير مكتوبين مضبوطين، سكرينيو هاد الصوره
باش يبقى عندكم يعني القياسات ديال كل حاجه. غنحتاجوا البيض، سكر سنيده، لا فارين، لوفور شيميك، وميكسو اللي كنوريكم دابا في الفيديو. هاد ميكسو البنات داير فحال الشكل ديال لافازلين اللي كتباع في لا فارماسي، بحال هذاك لا تيكستور ديالو دايره بحال هكاك، وهو عباره عن واحد الماده اللي كتسهل علينا العمليه ديال التخلاط ديال لا جينواز فريمون تري 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 فاسيل. يعني ما كنبقاش نتعذبوا وكنبقاو نديروا ديك الطريقه ديال لا جينواز الكلاسيكيه، كيبقاو يقول لك خلطي غير بشويه وما تهرسيش البيض. لا الوغ هنا كتجي كتخلطي المقادير كامله، يعني في الاول خلطنا السكر والبيض، من بعد زدنا الدقيق، زدنا ميكسو، وزدنا معاه لا لوفير شيميك يعني خميره كيميائيه، صافي وخلطنا كلشي في دقه بالخلاط الكهربائي. هنا ما محتاجينش نبقاو نتكيسوا على لا جينواز، هذه طريقه جديده وبروفيسيونيل ديال لي غران شيف. دونك كنجيو دابا في ورقه ديال بابي كويسون يعني ديال لاطا اللي غادي ندخلو في الفران، كنخويو الخليط، كنهزوه هكذا الفوق، كنخويو الخليط وكنسرحوه بطريقه عاديه. بالنسبه لا كويسون الطريقه ديال الطياب ديالها، كنشعلوا عليها الفران الفوق والتحت على درجه 200، وكنخليوها 10 ديال الدقائق بالحساب كطيب لينا مزيان. ما تفوتوش اكثر من 10 دقائق حيت غادي تحرق لكم، وهي ديجا يعني ما محتاجاش الطياب بزاف. هنا كنجي كنحيد لها ديك الورقه بابي كويسون، كنقلبها للجهه الاخرى، وكناخذ لو سيرو كنبدا نسقيها بشويه بشويه طرف بطرف باش نعرف ان هاد لا جينواز راه تسقات مزيان وبطريقة اللي هي متساوية. ومن بعد ما سقينا لا جينواز كناخدو لا كريم او بور ديالنا وكنسرحوها فوق منها كامله. هنا يعني ما غاديش نقول لكم شي طريقه ماجيك ولا هذا، كيف ما كل واحد كيفاش غادي يسرحها، طريقه وحده اللي كاينه. مهم كتسرحوها كامله، كتجيب واحد الطريقه اللي تكون متساويه، ما تجيش جهه كبر من جهه، خصنا نسرحوها مزيان فوق من لا جينواز. صافي اون فوا سرحنا لا كريم او بور ديالنا، كنجيو كناخذوا الكروكون اللي وجدت معكم توتالور وكنسرحوه فوق من هذيك لا كريم او بور. كنسرحوه بهذه الطريقه في الجنب، كندير واحد لا كونتيتي اللي هي شويه طالعه، اما المساحه الاخرى اللي بقات لينا غير كنفرقوها يعني بشويه بشويه، ما كنفرقوهاش بواحد لا كونتيتي اللي هي كبيره، كندردروها من هنا من هنا. صافي وكنجيو كندورو لا جينواز غير بشويه، من الاحسن ديروا دي غون باش ما توسخوش يديكم وتجيكم ساهله الخدمه. كتبداو دوروها، واخا تقطع لكم من شي جهه ماشي مشكل، حيت حنا اصلا غادي نقطعوا هادوك لي بور ولا لي كوتي باش تجينا مقاده. هنا كناخذوا البلاك دو كويسون ديال الفران، كنزيدوا نقادو بها لا جينواز كيف ما كتشوفوا على هاد الطريقه، كنزيدوا نقادو بها باش كتجينا مجموعه وشاده في راسها. من بعد كنلويو الجناب ديال البابي كويسون وكندخلوها للثلاجه ليله كامله حتى كتشد في راسها. هنا كيف كتشوفوا الغد ليه جبتها من الثلاجه، وغادي نسرح عليها لا كريم او بور. لا كريم او بور الا خليتوها في الثلاجه ويعني جمدات لكم شي شويه شدات في راسها بردات، كديروها غير في با ماغي غير واحد شويه، كتطلق صافي، وكتجيو كتسرحوها فوق لابوش. ملي كنسرحوها فوق لابوش بواحد الطريقه انا فريمون تكون متساويه وتكون مسرحه مزيان. وهنا كيف كتشوفوا غادي نجي نقطع لي كوتي، كيبان لي الداخل يعني فين واصله هذيك الدوره، بحال هنا خديت بلاصه اكثر من بلاصه، وهذيك البلاصه اللي خديتها اكثر ما غنضيعهاش، غنديرها بحال لو طرون اولا الجذع ديال لابوش ديالنا ديال الشجره. دونك كنديرها من فوق منها وكنغطيها بلا كريم او بور اللي بقات ليا. دونك هنا واحد الطريقه سهله، غناخذوا هاد الاداه اللي غادي تساعدنا اننا نصيبوا هذوك يعني الزويوقات هكا بحال شكل دو فاغ، كنبقاو غاديين بطريقه كنموجوا الديكور، كيجي ديكور زوين. وهذا هو الطريقه ديال لابوش اللي حنا موالفين كنشوفوا في لي باتيسري. دونك هنا فوق من لو طرون بغيت نديرو في الشكل يعني اللون ديالو يكون مارون، خديت غير الشوكولات وهكا نجرتو ودرتو من فوق من داك لو طرون. بالنسبة
بالنسبه لا ديكوراسيون اولا التزيين كيبقى اختياري. هنا جيت درت لي سوريس كونفيت. كل واحد شنو يقدر يدير، كاين اللي كيدير طريفات ديال الشوكولات فيهم لا فوي دور، كاين اللي كيدير الشوكولات منجور، كل واحد والذوق ديالو. انا اختاريت ندير هاد لي سوريس كونفيت، جاو بواحد اللوين زوين وما بغيتش نشارجيها بزاف باش تبقى زوينة في المنظر. دونك نتمنى ان الفيديو تكون عجبتكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديدة مع وصفات تكون ان شاء الله ناجحة 100%. وانا كنأكد لكم ان المذاق ديالها رائع رائع جدا، ما كاينش لي مذاقهاش وما عجبتوش.